نتعرف منه على اجواء المباراه دلوقتي. مساء الخير يا كريم. مساء الخير عليك كابتن ايمن شوقي، كل التحيه ليك ولكل كباتننا نجوم الاستوديو التحليلي وكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان. يعني زي ما بنقول بقى دقائق بسيطه جدا تفصلنا عن مباراه الاهلي وانبي هنا في استاد القاهره العاشره مساء، مباراه مؤجله زي ما قلنا. الحقيقه يمكن لعيبه النادي الاهلي واضح التركيز الكبير بيبان من الاحماءات وبيبان من التركيز الكبير الحقيقه اللي شايفينه فريق النادي الاهلي. ان شاء الله باذن الله تكون انطلاقه كالعاده. استاد القاهره شيء رائع جدا، ارضيه الملعب كالعاده يمكن ليها سيستم عارفينه كلنا، يمكن بتترش في توقيت معين بتسهل بشكل كبير جدا كل الامور، الباص الحاجات اللي بتمنع الاصابات بشكل كبير. ايضا كمان الحقيقه جمهور النادي الاهلي كالعاده كان ليه النصيب الكبير بمجرد دخول للاعبي النادي الاهلي، لعيب بالاسم الكل نادي عليه طبعا في لقطات معتاده من جمهور النادي الاهلي، اللقطات التحفيزيه اللي بتشجع فريق النادي الاهلي رغم قله الجمهور. كنا بنعمل ان جمهورنا يكون متواجد بكثافه اكتر من كده، عندنا تحدي كبير جدا زي ما احنا عارفين سواء مباراه زد او مباراه الزمالك، لكن من الواضح ان لعبتنا بالوعي الكبير وبالخبره فاصله بشكل كبير جدا في كل مباراه بتقفل الصفحه وبتبص على المباراه القادمه. تشكيل النهارده الحقيقه زي ما شفنا وزي ما انتم اتكلمتوا عليه ان شاء الله باذن الله تكون توليفه اللي اختارها مستر كولر تؤدي الاداء المميز والشغل اللي مطلوب منهم في الملعب. هنشوف بعض اللعيبه، هنشوف بعض التدورات، لكن اهم شيء ان انت لعيبتنا تحافظ على نفسها، لان زي ما بنقول لك كابتن ايمن عندنا تحدي كبير جدا في هذا الشهر. ان شاء الله باذن الله مباراه اليوم ثلاث نقاط مهمين جدا يستطيع بهم النادي الاهلي ان هو يحصل عليهم على الثلاث نقاط، وان شاء الله باذن الله زي ما بنقول مباراه زد ومباراه الزمالك تكون لها حسابات كثيره جدا مع الجهاز الفني بقياده مستر مارسيل كولر. شكرا جزيلا يا كريم، وان شاء الله نبارك لبعض بعد المباراه باذن الله.